السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة مع شهيوات فاطمة. اليوم جبت لكم وصفة طاجين بالزيتون الأخضر بالدجاج اللحم المفروم والفطر على طريقة الغالب الجزائري، وهي نفس الطريقة اللي يستعملوها في الأعلس. هذا الطبق يحضر بكثرة في المناسبات. سترون في هذا الفيديو كيفية الحصول على زيتون حلو بدون ما نقوم بغليه مسبقا. نبدأ بسم الله. أول شيء تعملوه من قبل، نهار قبل تغسلوا جيدا الزيتون. انا استعملت كيلو زيتون. من بعد ما تغسلوه توضعوه في قدر او اناء يكون عامق، كمية كبيرة من الماء تزيدوها له، وتزيدوا له ايضا زوج مغارف كبار فارينة، وتقدروا ايضا تزيدوا قطعة خبز. تحركوا شوية وتغطوه وتخلوه يرتاح ليلة كاملة. من بعد ما يرتاح 12 ساعة نبدأ في تحضير المرقة نتاعنا. نضع في طنجرة قطع الدجاج، أنا استعملت لي بيلون، تقدروا تستعملوا دجاجة كاملة، وبضعة حبة بصل مقطعة قطع صغيرة، زوج فلاك ثوم مفرومين، زوج ملاعق كبار معدنوس مقطع قطع صغيرة، زوج مغارف كبار قصبر مقطع قطع صغيرة، نصف ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كركم، ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون، ربع ملعقة صغيرة زعفران، قرصة تاع زعفران حر اختياري، هذا الزعفران جا كيما الشعيرات حمرين، ثلاث مغارف كبار زيت نباتي، مغرف كبيرة سمن، وتقدروا أيضا تزيدوا جوج مغارف كبار عصير الليمون. تخلطوا شوية، تغطوه وتخلوه يتقلى على نار هادية لمدة 5 إلى 10 دقائق. من بعد ما يتقلاو نزيدوا لهم 500 ملل ماء، نص يضرب أو زوج كيسان كبار، يكون دافي أو ساخن. نزيد عليه أيضا زوج حبات جزر مقطعين، غادي نغطيوهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطة. من تشوفوا الدجاج نتاعنا طاب غادي نقوم بنزعه ونتركه يبرد. من بعد غادي نوضعوه في بلا نكونوا حاطين فيه بابي كويسو باش ما يلصقش. من بعد غادي نحضروا هذا الخليط اللي متكون من زوج مغارف كبار زبده او مارغارين دايبه، نزيد لها ملح فلفل اسود زنجبيل مطحون فلفل احمر وكركم، غادي نزيدوا ربع ملعقه من كل نوع اللي ذكرتهم. نخلطوهم مليح وغادي نقوموا بدهن القطع الدجاج، ندهنوهم مليح من الفوق ومن التحت. هذا التوابل هما اللي غادي يعطوا بنه مليحه في الدجاج، وما تنسوش باللي الدجاج راه طايب غادي من بعد ندخلوه في الفرن فقط باش يتحمر. من دهنوهم مليح غادي نوضعوهم في فرن ساخن على درجة حرارة عالية 220 درجة مئوية، ما يعادل 420 درجة فهرنهايت، لمدة 5 أو 10 دقائق أو حتى يتحمروا مليح. هو الدجاج تاعنا راه يتحمر. الآن غادي نطيبوا الزيتون. الزيتون تاعنا من بعد غادي نصفوه مليح من هذاك الماء، نغسلوه من الفارينة اللي كانت فيه، وغادي نزيدوه لاصوص اللي طاب فيها الدجاج. نزيدوا له أيضا الفطر، وتقدروا في هذه اللحظة تزيدوا كريات كويرات تاع اللحم المفروم، وإذا ما زدتوهمش في هذه الدقيقة تقدروا أيضا تطيبوهم وحدهم ومن بعد تزيدوهم للزيتون تاني. هنا كي طيبوهم وحدهم يعطي بنه مليحه. من بعد الزيتون غادي تخلوه تغطوه وتخلوه يطيب. انايا واحد طابلي واحد 10 دقائق، تقدروا طيبوه حتى 15 دقيقه على حسب نوعيه الزيتون اللي عندكم. ولا شفتوا عندكم لاصوص بقات لكم بزاف لاصوص مع في الاخير، تقدروا تحكموا مغرف كبيره تاع فارينه او مايزينا تكونوا حللتوها في قليل من الماء وتضيفوها للزيتون باش تكون عندكم صوص كثيفه. وايضا باش تتبنوا مليح الزيتون لازم تستهلكوه 3 أو 4 ساعات بعد تحضيره باش الزيتون يمتص مليح التوابل. وفي الاخير توضعوا الزيتون في طبق التقديم وتزيدوا فوقه قطع الدجاج، وتقدروا ايضا تزينوه عفوا ب ليفريت هكاك شويه تاع ليفريت تحطوها فوقها، واش هي طيبه. الان غادي نقدم لكم ملاحظه بالنسبه لهذه الوصفه. بالنسبه للفرينه اللي زدناها في الاول كاع مع الزيتون ليله قبل ما نطيبوا الزيتون نتاعنا، كما قلت لكم ايضا تقدروا تعوضوها بقطعه تاع خبز. الفرينه او الخبز والماء الكثير اللي زدناه مع الزيتون هما اللي غادي يرجعونا الزيتون حلو، وغادي نتخلص من الذوق المالح والمر اللي يكون في الزيتون. في القديم كنا شا كنا نديرو، كنا الزيتون نغلوه غليه ولا زوج مع حبه تاع بصل. بصح هذه الطريقه غادي ترجع الزيتون غادي يفقد اللون تاعه الطبيعي ويولي عنده لون اخضر داكن، وايضا ما يجيش بنين كيما هذا.
والملاحظة الثانية، تقدروا تستعملوا كما قلت لكم دجاجة كاملة، لكن يجب أن تربطوها جيدا بخيط باش من بعد ما تتفتت لكمش من تنزعوها من العصوص وديروا لها هذاك الخليط باش تتحمر مليح. في الوصفات الجاية إن شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقتي الخاصة كيفاش نربط الدجاجة وكيفاش نحمرها في الفرن مع التوابل الموجودة في البيت، وأيضا بدون ما نستعمل تورن بروش. وصلنا الآن إلى نهاية الوصفة، ونقول لكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.